وللوقوف أكثر على تداعيات نتائج الانتخابات بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس المهداوي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. كما تلاحظ دكتور، قبول زعماء الميليشيات فيما يسمى بالإطار التنسيقي بحكم المحكمة بالتصديق على نتائج الانتخابات كان لافتا بعد التصعيد والرفض المسبق للنتائج التي وصفت بأنها مزورة، وبعد إعلان المحكمة التصديق صدرت مواقف أيضا متضاربة بين من يقبل بالقرار وبين من يعني يتوعد بالتصعيد في هذه الحالة. أي الموقفين أقرب إلى الواقع؟ نعم، تحية لك وللسادة مشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة المواقف كلها مبرمجة ومهيئة ومعد لها مسبقا، بل لم تصدر المحكمة الاتحادية حكمها إلا بعد أن تم توجيه الفصائل والكتل التي ربما هددت بأن تشعل نارا في المنطقة الخضراء من خلال زيارة قاآني إلى بغداد وتوبيخه، خاصة الكتلتين اللتان قدمتا الطعون في المحكمة الاتحادية، وبالأخص كتلة الفتح بقيادة هادي العامري ومن ثم عصائب أهل الحق. وقاآني عرف أو هو نقل لهم مخاوف إيران من أن تذهب جهودها طيلة 18 عاما سدا بسبب سوء تصرف هذه الفصائل وعدم قدرتها على أن تلعب سياسة في العراق بعد أن أفقدها الشارع العراقي والشعب العراقي فرصتها في الحصول على ذات المكاسب وذات المواقع التي كانوا يتنعمون بها طيلة الفترة الماضية. إذا أنا أقول هناك برنامج إيراني ربما هدأ الساحة قليلا حتى يفوت الفرصة على أن تقوم ربما القوى الفائزة بالانتخابات بردة فعل ربما تمحي كل أثر لهذه الفصائل، حتى وإن كانت نتائجها ربما بعضها، وأقصد هنا دولة القانون، ربما تكون أفضل من البقية، لكن استمرار ضغط هذه الفصائل بشكل سلبي باتجاه نتائج الانتخابات وباتجاه حكومة الكاظمية وباتجاه الكتل الفائزة وعلى رأسها كتلة الصدر ربما قد يدفع هذه القوى وخاصة الحكومة الحالية إلى أن ترد بالمثل على التهديدات وعلى العنف الذي كانوا يزعمون أن يمارسونه في شوارع المدن العربية. هل ما تزال هذه التهديدات قائمة أو ذات قيمة حقيقية في ضوء ما يحصل الآن من تحالفات ومن تفاهمات إنجاز التعبير؟ أنا لا أعتقد أن هذه التهديدات سيكون لها فعل على الأرض، ذاك أن الشارع العراقي تخلى تماما عن كل هذه الفصائل وكل هذه الكتل وهم يعلمون هذه الحقيقة، حتى النسب الضئيلة التي حصلوا عليها يعني أرقام هزيلة للمقاعد النيابية تمثل فقط جمهورهم الداخلي المنتظم في تشكيلاتهم الحزبية وتشكيلاتهم ربما الحركية الخاصة بالميليشيات، سواء كانت التي تحت لافتة أو يافطة الحشد الشعبي أو الميليشيات المنفلتة والتي ربما تعد خارجة عن القانون في السياقات الرسمية. لكن كيف دكتور أحمد، دكتور فارس عفوا، يمكن أن ننظر إلى هذا التوازن الذي تدير إيران بين تلك الميليشيات؟ يعني أحيانا تقبل الميليشيات الولائية وهي الأكثر دموية بأن تكون الميليشيات ميليشيا الصدر هي المتصدرة سياسيا في الحكومة، وفي وقت آخر يعني يقومون بتبادل الأدوار لدى ميليشيات أخرى. كيف تدار هذه العملية باعتقادك دكتور فارس؟ هناك جهد كبير، الحقيقة جهد كبير تبذله إيران من أجل أن لا تفقد حظوتها في العراق. هي تعلم تماما أن أي تماس يحدث بين الإرادة الأمريكية وبين القوى التي تعارض هذه الإرادة بشكل صريح وواضح وربما مؤثر، مصيره هو أن الأذى يصيب كل المجهود الإيراني وكل المشروع الإيراني في العراق. لذلك عندما بلغت الأمور إلى جديتها في هذه المرحلة، مرحلة الانتخابات، والفشل الذريع لقواها وأذرعها التي ظنت أنهم قد تمكنوا من موضوع الانتخابات وموضوع تزويرها وموضوع التلاعب
الأصوات الناخبة لها لما تيقنت من هذا الموضوع أنه بات وهماً من خيال، ذهبت مسرعة من أجل أن تعيد ضبط المفاتيح. الآن لا أحد يصدق أن الأمور ستفلت تماماً وسيخرجون من اللعبة بشكل نهائي. هذا الموضوع لن يتم. الاتفاقات وقعت وضمنت بأن هذه الكتل، الكتل الخاسرة والكتل التي ذهبت تطعن بالقرارات أو بنتائج الانتخابات، هي ذاتها ستمنح وزارات وستمنح مسؤوليات. نعم، ضمن سبقتني بهذه الإجابة دكتور فارس إلى سؤال محوري في هذا الموضوع، وهو إلى أي مدى تفقد هذه الميليشيات الخاسرة سطوتها وحظوتها بالنسبة لمكتسبات الحكومة، وأيضا على أرض الواقع في الميدان كذلك بخسارتها للانتخابات. هل بالفعل خسارة الانتخابات يعد خسارة حقيقية لهذه الميليشيات، أم أنها قادرة على توزيع الحصص بشكل يعني يتيح للجميع أن يستفيد؟ هو الحقيقة الخوف من يعني ردة فعل أو الخطوة اللاحقة للسيد مقتدى الصدر، لأنه الآن الكرة في ملعبه تماما. هو اليوم صرح بأننا علينا أن نسرع بتشكيل حكومة أغلبية، وهذا الموضوع الحقيقة بات أيضا مثار قلق للمراقبين، لأن السيد مقتدى الصدر حين دعا هادي العامري وآخرين للحضور إلى بيته في الحنانة من أجل الاجتماع خلال اليومين المقبلين، هذا الموضوع الحقيقة فيه كثير من التأويلات وكثير ربما من الأشياء التي قد تفاجئ الآخرين، لأن خروج هادي العامري ليس سهلا من اللعبة، وخروج العصائب ليس سهلا من اللعبة. لذلك رغم التوترات الشديدة بين السيد مقتدى الصدر شخصيا وبين زعيم حركة عصائب الحق وبين رئيس كتلة الفتح هادي العامري، لكن أيضا أقول هناك توجيهات وهناك قوة تضغط على السيد مقتدى الصدر بأن يتم احتواء الأطراف الواقعة ضمن الإطار التنسيقي، إلا التي رفضت أن تشترك في الحكومة المقبلة مثل الحكيم والعبادي وغيرهم، لكن بشكل عام سيتم احتواء الجميع من خلال منح مقاعد وزارية أو مؤسسات عامة ترضيهم إلى حد ما، لكن هم سيبقون فاعلين بحدود العمل على الشارع والعمل على القوى التي ربما تشكل خلايا إرهاب وترهيب للمواطنين، وعمليات انتقام قد تكون مبرمجة وبعيدا عن الأضواء وبعيدا عن المسؤولية المباشرة. عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس المهداوي، شكرا جزيلا لك.